جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ فيها تفصيل. قراءة القرآن عن ظهر قلب تجوز بدون وضوء، وأما قراءة القرآن من المصحف ومس المصحف فإنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء. فإذا كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب فلا بأس، إن كان يقرأه من المصحف فإنه إذا مس المصحف لا يجوز، وإن قرأ من وراء حائل وتصفح المصحف وحمله من وراء حائل فلا بأس، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما من كان عليه جنابة فإنه لا يقرأ القرآن بحال، لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل.